ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تب علينا ربنا زد علينا انك انت الجواد الكريم. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا حل هذه العقدة وعزز هذه العصبة وبقنا باسم الرسول وقنا سوء المقدور وارزقنا حسن القدر وارزقنا سوء المنقدر بجاه حبيبك الاعظم سيد العجل والعرب صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم حجتي وعدتي طاقتي ورسيلتي وانقطاع حيلتي ونص ماضي ادب واحتياطي وكن لي عذري وحبيبك العظيم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شفيعي في يومي وغدي. الهي كثرة من بحار جودك تغنينا وذرة من تيار عصرك تسقينا. رب ابلي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. موقف طعمين.